الوقفة تأتي من أجل التضامن مع الموقوفين بقرارات توقيف تعسفية ولا قانونية ولا دستورية التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة، لا لشيء سوى لأنهم مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج، ومارسوا حقهم الدستوري في التعبير عن مطالبهم العادلة والمشروعة. هذه الصرخة التي يصرخها نساء ورجال التعليم اليوم في إطار برنامج تضامني لنساء ورجال التعليم مع الأساتذة الموقوفين من أجل التأكيد على أن صوت الحكمة، صوت التعقل، وصوت ديال مصلحة المدرسة العمومية يقتضي أن تتراجع وزارة التربية الوطنية فورا عن هذه التوقيفات التعسفية، وأن تعيد بوقف هذه التوقيفات الحياة إلى المؤسسات التعليمية، لأن هؤلاء الأساتذة لم يمارسوا إلا حق من حقوقهم الدستورية وهو حق في الإضراب. هي فرصة لتراجع الحكومة حساباتها ولتستجيب بشكل فعلي للمطالب العادلة والمشروعة للنساء ورجال التعليم عبر تفاوض حقيقي يفضي إلى استجابة لكافة المطالب بما فيها أولا إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، وكذلك تلبية كافة مطالب النساء ورجال التعليم بمختلف فئتهم، لأنه هو الطريق الوحيد نحو عودة الحياة إلى المؤسسة التعليمية، هو الطريق الوحيد نحو وقف هذا الاحتقان المتعاظم لمدة 3 أشهر الذي تتحمل فيه الحكومة بسياستها بمماطلتها كل المسؤولية. الكرة الآن في مرمى وزارة التربية الوطنية بضرورة ديال الوقف الفوري لكل التوقيفات التعسفية وبإعادة كل أساتذة إلى مقرات عملهم، لأن هذا هو الأصلح لمصلحة الوطن، لمصلحة المؤسسات التعليمية. اليوم كنجسدوا واحد الوقفه، هي وقفه احتجاجيه على الاخوات والاخوان المناضلات والمناضلين الذين توقفوا او موقوفين، تم توقيفهم عن العمل من طرف المدير الاقليمي والاكاديميه عن وذلك بسبب الاضراب، لا لشيء سوى انهم مارسوا حقهم الديمقراطي او الدستوري اللي كينص عليه في المادة 29 أن كل موظف عنده الحق في ممارسة حق الإضراب. هنا التوقيفات هي توقيفات تعسفية لا تمت للقانون بالصلة أو لما جاء به قانون دستوري. بالنسبة للموقوفين والموقوفات فهما ما يزيد عن 17 موقوف وموقوفة من جميع الأسلاك. حنا هنا كنددوا الوقفة من أجل التنديد بما حصل هذا الأسبوع، لأن كنا كنعتقدوا أن الوزارة الوصية على القطاع أنها غتمشي
تسلك باب الحوار مع التنسيقيات الميدانية الموجودة في الميدان، لكن فهي أثارت الشغيلة التعليمية هذا الأسبوع بالتوقيفات وعدد من التوقيفات التي كانت غير مبررة وليس في محلها، لأن الشغيلة التعليمية كانت تطالب بحق الحق في 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 حقوقها العادلة والمنصفة، حق في عدالة أجرية، الحق في مرسوم محفز، وكذلك في تعويضات كباقي القطاعات، تعويضات مهمة لهذا القطاع الذي همشوه لسنوات طويلة، زيد من 20 سنة ديال التهميش لهذا القطاع هذا. كنت واجد اليوم في الوقفة اللي منظمها التنسيق الوطني بالإضافة إلى تنسيقية الثانوي، وعلى بناء على التوقيفات التي تعرض لها مجموعة من الأساتذة والأستاذات على مستوى طنجة. للذكر هنا في طنجة تعرض 13 أستاذ وأستاذة لتوقف مؤقت على العمل. نحن في الجامعة الوطنية للتعليم نقول على أن هذه التوقيفات عن العمل فهي توقيفات تعسفية. أصدرنا بيانا اليوم نساند فيه ونتضامن مع كل الموقوفين، ونطالب بأن مكانهم هي إرجاع الأساتذة والأستاذات إلى مكانهم الأصلي اللي هو القسم، لأن الأساتذة والأستاذات الذين خرجوا من أجل ملف مطلبي بطريقة سلمية طيلة منذ أكتوبر 3 أشهر، لم نكن نريد أن نصل إلى هذه الحالة من التوقفات، بل من أجل تحقيق الملف المطلبي الذي خرج عليه نساء ورجال التعليم. إذن اليوم نحن في طنجة نقول إن أرادت الوزارة والحكومة لعودة إلى الأقسام فهذه الطرق المبنية على التعسفات الاقتطاعات من الأجور وكذلك التوقيفات المؤقتة على العمل لن تزيد الطينة إلا بلة، وبالتالي نطالبها بسحب هذه التوقيفات المؤقتة عن العمل في أقرب فرصة حتى نعود إلى المدرسة بجو رائع، يعني بانتصار لتحقيقنا ملف مطلبي ناضلنا عليه منذ أكتوبر الجاي. ما بقيتيش كتخلع.